هذه الفرحة التاريخية لهذا الفريق البطل. الآن حار وقت الجماهير اللي ضحت كثير من أجل الفريق، ومن حقها بأن تفرح باللقب، من حقها أن تشاهد لقب الشامبيونز ليج. يحتفل اللاعبون في مشهد جميل، في مشهد رائع، يحملون الكاس، يحتفلون مع جماهيرهم في أوقات لا تنسى. ما حدث اليوم سيبقى في الذاكرة، سيبقى في التاريخ، طوال التاريخ بالنسبة لهذه الجماهير. الآن لحظة التقاط الصور التذكارية مع اللقب، صورة ستبقى في الذاكرة وتحفظ في التاريخ وفي أذهان كل جماهير النادي.